بجريدة اليوم. بالبداية بننتقل عبر زوم لدكتور فؤاد خوري، رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة. دكتور صباح الخير. بونجور دكتور. صباح النور. هلا بالبيئة ما رح نسألك، لأن بس تلاقي وزير البيئة خبرنا، لأنه عم ينبش عليه رئيس الحكومة. إيه ما عم نعرف وينه، اسم الله حوله، ما حتى بجوجل ما عم بلاقيه. خلينا نحكي مفقود بالصحة. مفقود، نحط له صوره. إيه؟ لمن يعرف عنه شيئا لاتصال بالشعب اللبناني. كمان وونتد. من الاساس غايب، من الاساس هو غايب، وحاولنا كثير نعمل قصص البيئه، بس نحن هلا ما رح نحكي بموضوع البيئه لانه في شيء كثير ملح، وهو الضمان الاجتماعي ومعاناه الناس اللي عم تراجعنا كل يوم. يعني عشرات الناس بتيجي على مكاتبنا بزحله وبيراجعونا بالنسبه لموضوع الدواء بالضمان الاجتماعي. يعني نحن اليوم حاولت اني عملت اجريت 5 اتصالات بالمدير العام دكتور محمد كركي، ولكن ما كان حدا عم بيجيب على التليفون. فنحن بس لحتى نقله ونساله عن شغله كثير مهمه. يعني اليوم عم تيجي الناس تقول لنا انه في دواء مزمن بياخذه الانسان المريض، مثلا السكري، مثلا الضغط، مثلا الادويه هيدي اللي دائما المريض بحاجه لها. نعم. هلا هيدا يعني مريض له 30 سنه بياخذ هاي علبه الدواء بالشهر مع الاشحاف اللي عم يعملوه بالضمان الاجتماعي، يعني بنشوف انه المفروض يغطوا 85%، بتروح لحتانية تقبض الفاتوره حق الدواء من الضمان، اذا حقه 100,000 بيعطيك 50,000، بقول لك ما في، قلت له طيب شو بعمل؟ بقول لك بدك خذ ما بدك فيك. هلا هذا موضوع كثير كثير حساس ومهم، وكنا بنتمنى الدكتور كركي يتفضل ويجاوبنا لحتى هذه الامور، لانه نحن بنعرف مش بس بتتعلق بمدير الصندوق الضمان، انما هذه مرتبطه بوزارات، يعني وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارات عدة، يعني بيكونوا هن عم بيتابعوا هذا الموضوع. فنحن بدنا نقول شغلة، يعني من اللافت اجاني ناس امبارح، حرام، يعني نحن بنعرف انه الصندوق الوطني للضمان هو للعامل العمال والمستخدمين والموظفين، يعني فئة الناس اللي هي متضررة جدا، وخصوصا في الأوضاع اللي نحن فيها اليوم. فنحن بنجي بنقول بيروح المريض لحتى يقدم الدواء اللي له 30 سنة بياخده، طلعوا له بدعة جديدة اليوم بالضمان، قال لا منعا لتهريب الدواء. لك يا اخي ليش عندنا دواء لحتى نهربه نحن؟ لك في عندكم دواء؟ إيه في عندنا دواء بالصيدليات لحتى نهربه. نعم؟ إيه بدك فيك تروح ترجعي تعمل، ايه البدعه انه بدك تروح تعمل فحوصات وبدك تاخذ استشاره طبيب يعطيك الورقه انه بشكل دويم. طيب هذا الفقير يلي مش قادر يجيب خبز، اليوم رايح تعمله سلسله فحوصات قال لحتى تضمن عدم تهريب الدواء لبرا، لك يا اخي كيف بده يهرب الدواء لبرا؟ قال له 30 سنه بياخذ. لشو عم يدفع الضمان الفوتير بالاول، يعني اذا عمل الفحوصات عم يرجعوا يردوا له المصاري، ما بعد قد ايه تيردوا المصاري؟ كون راح يتهرب يعني. مش بس بعد الدين، مش بس استاذ عبده بعد الدين، القصة هي انه اليوم بتروح لحد تسترجع فاتورتك من الضمان، انت بتاخذ احيانا ربعه، احيانا نصها، بتقول له يا اخي انا كيف هذا الموضوع؟ يعني نحن حاطين اكثر من هيك ومانا قادرين نجيب. بيقول لك بدك خذ ما بدك فل، يعني وصارت قدامنا، وحاولنا انه نراجع عده مرات. لذلك يعني انا بتقول انه الضمان ما عم بيغطي بقى 85% دكتور، بس تنفهم عليك، ما عم بيغطي أبداً بقى 85% من الفواتير مثل ما هو مفروض يعمل، صح؟ ولا بمطرح. بعدين اليوم هالمعطر اللي عامل ضمان وعامل استشفى. شغلة تانية اليوم، وين تحرك الوزارات المختصة تجاه المستشفيات؟ اليوم انت بتعملي ضمان مشان شو؟ هذا الشعب المعطر العامل بروح بيعمل ضمان لحتى يقدر اذا بده يفوت على المستشفى يقدر يفوت. اليوم بتروحي على المستشفى بتكوني عامله
ضمان وبكون عندك اسيرانس يعني هيئات ضامنه، بتفوتي على المستشفى عندك اثنين بيقول لك لا هلا انا ما فيني استقبلك بدي 5 مليون ديبوزيت على الصندوق. طيب كيف يعني اليوم هالمواطن اللي مش قادر يجيب ربطه الخبز كيف بده يدفع 5 مليون ليفوت على المستشفى ليتحكم؟ بعدين شغله كثير مهمه فينا نضوي عليها، انه اليوم انا بعتبر الدعم اللي عملته الحكومه كان مش بمحله، لانه الدعم هو مش على 360 سلعة، لازم ينعمل الدعم على رغيف الخبز للانسان، على الدواء، على الاستشفاء، على هيدي الدعم لازم يكون لحتى يستمر ويطول. مش بعدين اليوم عم يجوا يستوردوا المازوت، اليوم لازم يتوزع للمستشفيات، يتوزع للأمكن اللي بحاجة يضل في عندها ضوء، يضل في عندها تفريز لحتى تحافظ على البضائع. أنت اليوم الدعم اللي عملته على 360 سلعة هذا كان خاطئ جدا، استخدمت المال، استخدمت الاحتياط، صرت بمطرح ما تقدر تعمل شيء، علما انك انت اليوم بحاجة اكثر من اي وقت ثاني للدعم، خصوصا دعم الدواء، خصوصا دعم الاستشفاء، خصوصا دعم ربطة الخبز للفقير. اليوم انت عم تشتري كيلو الحبوب اللي كان الفقير هيدا الاكل يلي هو بياكله لحتى يقوت نفسه، اليوم كيلو الفاصوليا ب 40,000 صارت اغلى من كيلو الدجاج. يعني انت اليوم شغل الدعم اللي عم تحطه مش طبيعي. وصلونا لهذه المرحلة، إن شاء الله الأيام المقبلة بتحمل كل الخير. عبرت عن وجعك، عن وجع كثير من اللبنانيين، أنتم عم بتعينوا كمان مع المواطنين بجمعيتكم. شكرا لك دكتور فؤاد خوري، رئيس جمعية اللبنانية للبيئة والصحة، يومك مبارك.